هي رسالة أكثر منها قصيدة لحد عزيز عليا. بديهي، بديهي لما تشوف جمالها البسمة على وشك تترسم. أيوة داي، أيوة داي، وبدون مجاملة عيني حلفت 100 قسم. ما شافت في طيبتها، في رقة صوتها، في ضحكتها، حتى في سكوتها وجودها كان يملى الدنيا نغمة. شعرها أبيض كان في عينيا حريق، قلبها الأبيض الصافي الكبير. تجاعيد الإيدين نحتتها السنين، العباية والطرحتين والسبحة جنب السرير. حضنها كان ينسيني الوجع، وبدون ملل ولا شبع تحضن فيا بالساعتين وتبص بالعشرة والعشرين من الشمال واليمين والهزار والدلع. كانت تعشق الذكريات، اللي عايش واللي مات. طب شفت صورتي في الشباب، كنت قمر زي ما قال الكتاب، بس خلاص الشعر شاب وكانت تحكي بالسعادة. تطبطب على كتفي وتدري كتير، بكرة أشوفك وزير، لا رئيس، شيء كبير. وبكرة جه يا قلبي بس مش شايفها جنبي، أمانة عليك يا موت جوي، فين تاني راح ألاقي البشاشة والضمير. فيا رب يا عظيم كن بيها رحيم، واجعلها من الأمينين في جنة الخلدين وجميع موتى المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين.